منتجع خاص ركاب في بحيرة سيبان. راح أصور لكم الكوتيج من الداخل، يبعد عن العاصمة الأرمينية يربان تقريبا من 70 إلى 75 كيلومتر. الكوتيجات الموجودة فيها أكو غرفتين وصالة، أكو ثلاث غرف وصالة، أكو غرفة وصالة، وأكو بالإضافة إلى ذلك غرف بداخل الفندق. إحنا اليوم راح نصور لكم الكوتيج ويكون عندكم فكرة. هذه كوتيجات هنا، هذا الفوق اللي نشوفه الفندق. هاي الكوتيجات تطل على بحيرة سيبان، يتكون من المطبخ، الهول، الحمام. هنا يطل على المسبح الخاص بالكوتيجات ويشرف على بحيرة سيبان. الشرفة الخاصة بالكوتيج، هذا الشرفة، وهذا المشهد من الشرفة والبحيرة. كما قلنا ثلاث غرف بالطابق العلوي. هنا أمامنا الحمام، هذا الحمام، هذه الغرفة الأولى لشخصين، هذا المشهد من الغرفة الأولى. هذه الغرفة الثانية، سرير مزدوج وإطلالة على المسبح ولؤلؤة أرمينيا الزرقاء. هذه الغرفة الثالثة، سرير لشخصين ومشهد على البحيرة والمسبح. هذا هو المشهد الليلي في منتجع خاص نخار في بحيرة سيبان، وهذه هي الكوتيجات. هذا المسبح خاص بهذا الجزء من الكوتيجات، مجموعة مسابح. وأمامنا البحيرة، بحيرة سيبان، بحيرة سيبان أمامنا خلف المسبح. هذا العرض خاص لكم أصدقائنا ومتابعينا الأعزاء. أريد أذكركم بأن هذا السكوتر أو الماطور ممكن تأجرها خمس دقائق فما فوق وأنت تسوقها. هذا القلب وقع. استعراض جميل.
تكتب على جيتك؟ لا مرة. عافية عليك. يلا بالعافية استمتعوا. يعطيك العافية ما قصرت. حبيبي حبيبي الله يعافيك. الرحلة صراحة كلها من فضلك. ورحلة كانت 100 من 100. يا الله. الله عليك. هذا كله من فضلك انت يا ابو الله. والله صراحه واتمنى الشباب كلهم يجي عندك. الله يخليك الله يخليك ان شاء الله ما يقصر. سيارة طيب. نتشرف فيكم. نتشرف فيكم. مكانكم خالي ومشتاقلكم. كل اللي زاروا أرمينيا واصطحبناهم. درجة الحرارة 24 درجة الآن في بحيرة سيوان، يعني شوية جو حار نعتبرها، فحبينا نسبح. وما ردتكم تنحرمون من هذا المشهد فسويت لكم هذا الفيديو القصير. استمتعوا بالمشهد. يا سلام. يا كيف.